بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا ولي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن ابن علي، أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين، يا زين العابدين يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا بك إلى الله
قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الغادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم والمنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.